بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الماضية وصلنا لعند Activity Organization. قبلها احنا حكينا عن Project Plan Structure اللي هو هيكل خطة المشروع، وقلنا في مقدمة وفي تنظيم مشروع وفي تحليل مخاطر وفي متطلبات موارد الأجهزة والبرامج، وعندنا تقسيم العمل والجدول الزمني للمشروع بروجكت سكجل وآليات الإبلاغ والمراقبة. بدنا نبدأ بأكتيفيتي أورجانيزيشن اللي هو ترتيب وتنظيم النشاطات. أكتيفيتيز اللي هو النشاطات إن a project should be organized to be produced tangible outputs for management to the process. إيش يعني؟ ينبغي تنظيم الأنشطة في المشروع. ليش؟ organized to produce لإنتاج tangible output مخرجات ملموسة للإدارة for management to judge progress. ليش؟ من أجل تقييم التقدم. يعني إحنا بدنا عشان اللي هو نشوف هل إحنا ماشيين في المشروع صح أو خطأ. Milestones are the end point of process activity. يعني المعالم milestones هنا المعالم الأساسية والركائز الأساسية هي نقطة النهاية لنشاط العملية. يعني في عندنا process activity نشاط لأي عملية، و milestone هي بتكون المعالم الرئيسية. deliverables اللي هو التسليمات are project results delivered to customers. يعني التسليمات هي نتائج المشاريع المقدمة للعملاء. the waterfall process allows for the straightforward definition of process milestones. يعني تسمع عملية الشلال process waterfall process بتعريف مباشر للمعالم definition of progress milestone. المعالم تعريف مباشر للمعالم و definition process milestone. طيب هنا تعريف process milestone يعني تعريف مباشر مباشر تعريف مباشر لبروجريس مايلستونز المعالم الأساسية للتقدم. يعني كيف بدنا اللي هو هل بنتقدم احنا في المشروع ولا لا. مايلستونز ان ذا ريكويرمنت بروسيس. هذا التشارت هنا الاكتيفيتيز فوق هنا الاكتيفيتيز اللي هي النشاطات تمام، والمايلستونز اللي هي المعالم الأساسية اللي كل إشي بعدها. يعني عنا فيزابيليتي ستادي هنا دراسة الجدوى، إيش بنتهي بإيش؟ فيزابيليتي ريبورت تنتهي. إذا الفيزابيليتي ريبورت هو مايلستونز للفيزابيليتي ستادي. ريكويرمنتس أناليسيس، ريكويرمنتس ديفينيشن اللي هي هنا تحليل المتطلبات، وتعريف المتطلبات هي المايلستونز للريكويرمنتس أناليسيس. طيب بروتوتايب ديفلوبمنت تطوير النموذج الاولي، ايش بديني؟ ايفالويشن ريبورت تقرير التقييم، هذه هي المايلستون لهاي. ديزاين ستدي دراسه التصميم، اركتكتشرال ديزاين التصميم المعماري هي المايلستون لدراسه التصميم. ريكويرمنت سبيسيفيكيشن مواصفات المتطلبات، تديني ريكويرمنت سبيسيفيكيشن مواصفات المتطلبات. مواصفات المتطلبات هي المايلستون والمعلم الأساسي لمواصفات المتطلبات وهكذا تمام. بروجكت سكيدجولينج جدولة المشروع. هنا جدولة المشروع كيف بدنا نجدول مشروعنا؟ عندنا مشروع كبير 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 بدنا نعمل له جدولة. split project into tasks and estimate time and resources required to complete each task. ايش يعني؟ تقسيم المشروع إلى مهام وتقدير الوقت والموارد المطلوبة لإكمال كل مهمة. Organize tasks concurrently to make optimal use of workforce. يعني تنظيم المهام في وقت واحد لتحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة. يعني بحط التاسك، يعني بحط تاسكين مع بعض. إذا في تاسكين عندي ما واحد ما بيعتمدش على الآخر بحطهم in parallel بالتوازي، بحطهم concurrently بالتوازي. Minimize task dependencies to avoid delays caused by the one task waiting for another to complete.
تقليل تبعيات المهام، يعني بخليهاش ديبندنسز تبعيات، لتجنب التأخيرات الناجمة عن مهمة واحدة تنتظر إكمال مهمة أخرى. تمام، بخليش تبعيات، لا كل واحد بحاول أخليهم ديبندنس مستقل عن الآخر. ديبندنت اون بروجكت مانجر انتيوشن اند اكسبيرينس، طبعا هذه تعتمد على حدث مدير المشروع والخبرة تبعته. تمام، بروجكت سكادولينج بروسيس، عندي ايدنتيفاي اكتيفيتيز، يعني هو تحديد الأنشطة، ايدنتيفاي اكتيفيتي ديبندنسز، تحديد تبعيات النشاط، استيميت ان ريسورسز فور اكتيفيتيز، تقدير الموارد للأنشطة، allocate people for activities، تخصيص الناس للأنشطة، create project charts اللي هو إنشاء مخططات المشروع، activity charts and bar charts اللي هي مخططات النشاطات والمخططات اللي هو الشريطية. طبعا هنا أنا بدخله إيش؟ بدخله software requirements اللي هي متطلبات البرنامج. أنا بأول شيء بشوف المتطلبات وبعدين identify تحديد اللي هي الأنشطة. طيب scheduling اللي هي الجدولة، في إلها مشاكل، scheduling problem، مشاكل الجدولة. طب إيش المشاكل الجدولة الأساسية عندي هنا؟ من مشاكل الجدولة estimating the difficulty of problems and hence the cost of developing a solution is hard، تقدير صعوبة المشاكل وبالتالي فإن تكلفة تطوير الحل صعبة. طيب productivity is not proportional to the number of people working on a task، يعني الإنتاجية لا تتناسب مع عدد الأشخاص الذين يعملون في مهمة معينة ما. تمام، adding people to a late project makes it later، adding people to a late project makes it later، افهمها، because of communication overhead، إن إضافة الأشخاص إلى مشروع متأخر، لو أنا عندي مشروع متأخر وأجي أضيف عليه ناس يجعل المشروع متأخر أكثر. ليش؟ بسبب اللي هو الاتصالات العامة لزيادة. يعني أنا لما بدي أجي أضيف ناس جديدة على مشروع بدي أفهمهم إيش المشروع وإيش بيسوي المشروع وإيش بده يعمل المشروع وكل هذه، طبعا هذا بياخذ وقت زياده. Unexpected always happens، always allow for contingency in planning، يعني دائما الغير متوقع يحدث دائما الغير متوقع، دائما سماح للطوارئ والتخطيط، always allow contingency in planning، دائما لازم احنا نسمح للطوارئ. لما انا بدي اعمل سكيدجلنج، يعني لما بدي اعمل الجدولة لمشروع. طيب project plan structure، bar charts and activity networks، هنا bar charts and activity networks، graphical notations used to illustrate the project schedule، يعني هنا لما أنا بدي أجي أعمل اللي هو هيكلية، شايف، لا مشروع معين، بحط الجرافيكال نوتيشن، علامات جرافيكيه. ليش؟ عشان توضح اللي هو هيكليه المشروع. انا بعملها تشارت، بعملها جدول. شو بروجكت بريك داون انتو تاسكس، بفرجيني تقسيمات المشروع في مهمات. task should not be too small، يعني المهمات مش لازم تكون صغيرة، they should be about a week or two، يعني عادة المهمات أسبوع أو أسبوعين. تمام، طيب activity chart show task dependencies and critical path، يعني تعرض مخططات النشاطات تبعيات المهام والطريق اللي هو الحرج، يعني طريق الحرج يعني اللي هو الطريق اللي هو بياخد اكتر وقت عندي في المشروع.
بار تشارت شو سكيدول اجينست كالندر تايم، تمام، تظهر الجدول الزمني مقابل وقت اللي هو التقويم بار تشارت. تفرجينا بار تشارت اللي هي العموديه اللي هي بار تشارت، تفرجينا سكيدول اجينست كالندر تايم، جدول الزمني مقابل وقت اللي هو التقويم، تمام. طيب شوف عندي، عندي التاسك ديوريشن اند ديبندنسز، عندي هنا التاسك مهمات، انا عندي مهمه 12 مهمه، كل واحده كم قديش الديوريشن المده الزمنيه بتبعتها، يعني هذه لها 8 ايام، هذه 15 يوم، هذه 10 ايام، هذه 5 ايام، هذه 25 يوم، هذه 7 ايام، تمام. طيب هنا الديبندنسي اللي هي التبعيات تعتمد على مين، يعني تي 3 انا عندي تعتمد على تي 1، يعني تي 1 لازم تخلص، تمام، لازم تخلص عشان ابدا في تي 1، بقدرش ابدا تي 3، بقدرش ابدا تي 3 الا لما تخلص تي 1. هنا لازم تخلص تي 2 وتي 4 عشان تبدا تي 5، عشان تبدا وبدها 10 ايام. اذا هذه مايلستون الاولاني، انا المايلستون الثاني، مايلستون الثالث. طيب تي 7 برضه ما بتقدرش تبدا الا لما تخلص تي 1، هي تعتمد على تي 1 وهي المايلستون الاولاني. طيب لو انا اخذت الرسمه تبعتها، فرجيتكم الرسمه هذه الموجوده عندي ببساطه، هبنا نبدا، تمام، هنا تي 1، تي 2 بتعتمد ولا على شيء، وتي 4 ما بتعتمد ولا على شيء. انا ممكن ايه هو، شوف كيف تي 2 وتي 4 ما لهمش اي تبعيات، تي 1 و2 و4 ما لهمش، هذول ممكن ابداهم مع بعض، 1 و2 و4، تمام. هاي ستارت، ببدا 1 و2 و4، هذا بدها 15 يوم، هذا بدها 8 ايام، هذه بدها 10 ايام، تمام. طيب بعد تي 1 في عندنا مايلستون 1، وتي 1 في مايلستون 3، تي 2 مايلستون 2، تي 4 مايلستون 5، تمام. هالوقت حسب الجدول اللي هنا، تي 5 تعتمد على تي 5، هي تي 1 تي 2 وتي 4، تي 5 وينها، تي 5 هيها، تي 5 لا تي 5 هي 2 و4، تي 5 2 و4 مايلستون 2، شايفين كيف؟ 2 و4 مايلستون 2، بعدين ببدا في 5. طيب في 3 ناخذها، نرجع في 3 تعتمد على تي 1 وعندنا مايلستون 1، تعتمد على 1 ومايلستون 1، هي تي 3 بتبدا، تمام. طيب هنا انت لمن 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 هنا حتقول لي، طيب ستارت هنا 4/7/99 مثلا، بده 8 ايام، 4 و8 12، طب هنا ليش هذه 14/7؟ لانه هنا 8 ايام عمل بدون اللي هو الاجازه اللي هو السبت والاحد، بحسبوش السبت واحد، انا يعني 8 ايام، يعني من انا اجي اطلع فوق هنا اقول هذه 8 ايام عمل، 8 ايام عمل اللي هو بيشتغلوا هم اثنين وثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، تمام؟ بحسبوش السبت والأحد، يعني بدها اثنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة، واثنين وثلاثة وأربعة، تمام؟ بحسبوش اللي هو السبت والأحد اللي بينهم، تمام؟ أكتيفيتي هنا، هاي هنا تايم لاين اللي هو الوقت، الفترات اللي فيها الجدول الزمني للنشاط، جزء مني هاي واحدة
أربعة خلص، هي في واحد هي بتخلص هنا ب 14، في أربعة بتخلص ب 18، في ثلاثة، في اثنين بتخلص ب 25، في اثنين هاي مالستون، وهذه هالوقت بنبدأ في سبعة، في ثلاثة، إنه هذا بتعتمد على تي واحد، شايفين كيف؟ هاي بتعتمد لما تخلص تي واحد بتبدأ تي سبعة، بتبدأ تي ثلاثة، تمام؟ هذه كل هذه بتستنى، بتستنى مثلا هاي، وهكذا. ستاف الوكيشن، أنا كيف بدي أعمل ستاف الوكيشن؟ عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ هذا بيشتغل أي من تي 8 وتي 11 وتي 12، تمام؟ جون بدي تي واحد تي ثلاثة تي 9 ورا بعض، كيف؟ يعني بحاول أخليه دائما مشغول، يعني هي هذا بس هذه الفترة هو قاعد فيها، هذه الفترة هذا مش قاعد ولا إشي، بس من آخر من هنا لآخر المشروع فاضي. هنا الآن هذه شغالة هنا تي 2، بعدين بتشتغل تي 6، بعدين بتقعد لتي 10، تمام؟ جيم من هنا لهنا شغال بس، ميري من هنا لهنا، لأنه هذه بتعتمد على هاي وهاي وهاي، يعني هذول في نفس الوقت شغالين، تمام؟ عشان أخلي كل الفريق اللي عندي شغال. ريسك مانجمنت خليه للمحاضرة الجاية إن شاء الله، إدارة المخاطر. ومن هنا يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.